بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية في الصف الفصل الدراسي الثاني، ودرس اليوم بعنوان الحياة دقائق وثواني. في نهاية الحصة بإذن الله تعالى تكون قادر على أن تدرك قيمة الوقت في حياتك، وأن تنظم وقتك وتستغل وقت فراغك فيما يفيد، وأن تشعر بقيمة استغلال وقت الفراغ. وما الذي ستجنيه من استغلال وقت الفراغ؟ ما الذي سيعود عليك إذا استطعت أن تستغل وقت فراغك بطريقة صحيحة؟ وكيف يمكن أن يغير ذلك شكل ومجرى حياتك تماماً؟ الدرس بعنوان الحياة دقائق وثواني. كيف يمكن أن توقف وقتك أو تستغل كل ثانية وكل لحظة في حياتك؟ كيف قضيت أجازة نصف العام الماضي؟ نحن الآن في الأسبوع الثالث من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وأخذتم أسبوعين على الأقل أجازة في نصف العام. هل قضيتموها في الجلوس على الموبايل أو أمام الشاشات فقط؟ أم كان هناك عمل استطعت أن تنجزه تفيد به نفسك وتفيد به بلدك وتفيد به دينك وتفيد به مجتمعك؟ أجب على هذا السؤال واعلم من خلال إجابتك هل تسير على الطريق الصحيح أم لا؟ يقول الكاتب: يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم، ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية في عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. هذا يدل على قيمة الثانية وقيمة اللحظة في حياة الإنسان. هناك حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حاجات محدش يتحرك من مكانه يوم القيامة إلا لما يتسأل عنهم. الأربع حاجات دول منهم اتنين خاصين بالوقت واتنين خاصين بالمال. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عن عمره فيما أفناه، أنت خلصت وقتك وعمرك، السنوات اللي أنت عشتها قضيتها في إيه، وفترة الشباب بالذات اللي أنت بتتميز فيها بالقوة والصحة والنشاط ضيعتها في إيه وكيف استغلتها؟ هتسأل عن هذا يوم القيامة. الثانية في عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي طبعا كان من طليعة الشعراء، طليعة يعني بداية أو أوائل الشعراء الذين ألمحوا إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق، حيث قال أمير الشعراء أحمد شوقي كلمات رائعة عن استغلال الوقت. قال: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. دقات القلب أي نبضات القلب تقول لكل إنسان حياتك عبارة عن دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن عمرك عبارة ليس سنوات، هناك بعض الأشخاص يعيشون في الحياة كل إنجازهم في الحياة أنهم في كل عام يحتفلون فقط بعيد ميلاده، يوم كذا في شهر كذا الاحتفال بعيد ميلاد، يأتي بتورتة ويضع فيها رقم 20، العام الذي يليه 21، اللي يليه 22، وهكذا. طب ما الذي أنجزته بين هذه الأرقام؟ لا شيء. فحياتك تقاس بهذه الدقائق والثواني وسوف تحاسب عليها، وأيضا تقاس بما أبقيته لنفسك
من الذكر والسمعة الطيبة، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نتحدث مثلا عن أمير الشعراء أحمد شوقي، توفي منذ عشرات السنين، ما يقرب من 50 أو 60 سنة. ولما نذكر أي موضوع نستشهد بكلام أحمد شوقي رغم أنه توفي منذ زمن طويل. نجد مثلا بعض العظماء في التاريخ الذين خلدوا ذكرهم في التاريخ، ما الذي فعلوه؟ استغلوا أوقاتهم فيما يفيد، لم يضيعوا وقتهم سدى وهباء. فبالتالي نحن نتحدث عنهم رغم أنهم رحلوا قد يكون منذ آلاف السنين وكأنهم باقون، لأننا ما زلنا نستفيد بعلمهم واختراعاتهم إلى الآن. لذلك يقول فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان، الذكر والسمعة الطيبة للإنسان عمر ثاني. أهم معاني الكلمات تنجز، يعني تتم وتقضي وتنهي. يبحث يفتش، يبحث الناس يفتش. طليعة أي مقدمة أو أول، وجمعها طلائع ومضادها مؤخرة. الترفيه يعني التخفيف عن النفس أو الراحة أو الاستجمام أو الترويح عن النفس. على ما يبحث الناس ولماذا؟ يبحث الناس عن وسائل للترفيه والتسلية. ولماذا؟ قد يقتل بها أوقاتهم. وما الذي لا يدريه الناس؟ لا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية من عمر الإنسان قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. الثانية قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. من أول من أدرك قيمة الوقت من الشعراء وماذا قال؟ أول من أدرك قيمة الوقت من الشعراء كان أحمد شوقي أمير الشعراء. وأحمد شوقي لم يترك مجال إلا وتحدث فيه. لعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق في إلماح إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق. قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فبما يقاس عمر الإنسان؟ عمر الإنسان لا يقاس بالدقائق والثواني، وإنما كل الناس أعمارها تقاس بالدقائق والثواني، وإنما العمر الحقيقي يقاس بما يقدمه الإنسان من خير ونفع للبشرية. إذا نستطيع من هذا المنطلق أن نقول أن للإنسان عمران، للإنسان عمران مثنى عمر، عمر يقاس بالدقائق والثواني، وعمر يقاس بما يقدمه من خير ونفع للبشرية. وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة، وهذه أسس البحث العلمي والاكتشاف العلمي. كيف يستطيع الإنسان أن ينجح في حياته، وكيف يستطيع أن يستغل وقت حياته ووقت فراغه في التفكير، وأعمق من التفكير التأمل، ثم المراجعة، ثم المحاسبة. عن طريق هذه العمليات يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وحقائق الأمور. فعمر الإنسان يقاس بما يقدمه من خير ونعم وينفع البشرية. وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة. قد قيل إن تفكر الإنسان ساعة خير من قيامه ليلة. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أنه بالتفكير والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام.
العبادة الوحيدة التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى سن الأربعين، سن التكليف وأن يكون نبيا، كانت عبادة التفكير والتأمل. واستطاع الإنسان بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي بن أبي طالب وخديجة رضي الله عنهم جميعا أن عن طريق التفكير استطاعوا أن يصلوا إلى أن هذا الكون له إله، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا يمكن أن تكون هي التي خلقت هذا الكون وخلقت هذا الإنسان بهذه الكيفية وخلقت هذا الكون بهذه الطريقة. إذن عن طريق مجرد تفكير وتأمل استطاعوا أن يصلوا إلى حقائق الأمور في الكون. فهذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن، طبعا صاحب الجاذبية، عندما سأل نفسه سؤال وكان في وقت فراغه وفي حال التأمل وتفكر وبحث: لماذا سقط التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ كل هذه التفكرات والأفكار جاءت في رأسه في وقت التأمل، لم تأتي هذه الأفكار وهو في مدرسته أو في عمله أو في معمله أو في وقت اكتشافاته واختراعاته، وإنما كان يجلس في حديقة في وقت فراغ. فعن طريق استغلال وقت الفراغ استطاع أن يصل إلى قانون الجاذبية. على ما يدل تفكر ساعة خير من قيام ليلة، هذه المقولة تدل على أن بالتفكير والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. قدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. ما الذي استرعى اهتمام العالم الأشهر إسحاق نيوتن؟ الذي استرعى انتباه العالم إسحاق نيوتن هو النظام الدقيق. عندما سأل نفسه سؤال وكان في وقت فراغ، وضع تحتها خط كان في وقت فراغ وفي حال التأمل وتفكر وبحث، لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على الأرض بشكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ معنى ذات أي جهة، وتعرف ظرف زمان، ظرف مكان، ذات اليمين أو ذات الشمال، ولماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان بها حاجز الفضاء. ليست نظرية نيوتن هي التي استطاع الإنسان بها أن يصل إلى الفضاء وإلى أسرار الفضاء ويتخطى حاجز الفضاء، وإنما لابد أن نكون دقيقين جدا في الإجابات، لأن جاء سؤال على أكثر من صيغة قبل ذلك. كان السؤال يقول أن نتيجة التطبيقات المباشرة لنظرية نيوتن استطاع الإنسان أن يصل إلى أسرار الكون ويتخطى حاجز الفضاء، وهذه الإجابة خاطئة. إنما استطاع الإنسان عن طريق تطبيقات نظرية نيوتن، وليس من نظرية نيوتن مباشرة، من خلال تطبيقاتها. أركز على هذا المعنى، من خلال تطبيقات النظرية وليس من خلال النظرية مباشرة. استطاع أن يتخطى بها حاجز الفضاء مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي.
وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ذلك جاء من تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة، فأفاد البشرية وخلد ذكره في سجل العلماء. إننا بعد هذا يجمل بنا، يعني يحسن بنا أو يجب علينا أن نسأل أنفسنا دوما كيف نستغل الوقت فيما ينفع ويفيد. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها، يعني نتيجتها، إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها جميعا، وهي استغلال الوقت قد يغير مجرى الحياة، ليس بالنسبة لنا ولحياتنا ولأهدافنا في المستقبل فقط، وإنما بالنسبة لمجتمعنا أو لديننا أو لوطننا كعامة. إلى ما وصل من خلال تلك الأسئلة التي سأل بها نيوتن نفسه، من خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية. ما نتائج اكتشاف نظرية الجاذبية الأرضية؟ نتائج هذه الاكتشافات التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان حاجز الفضاء، مستكشفاً الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ذلك جاء من تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة استغل فيها صاحبها وقت فراغه، فأفاد البشرية وخلد ذكره في سجل العلماء النابهين. ماذا يجب علينا بعد هذا كله، وبعد أن استعرضنا كيفية وأهمية استغلال وقت الفراغ في الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها؟ أننا بعد هذا يجب علينا أن نسأل أنفسنا دوما كيف نستغل أوقات فراغنا فيما ينفع ويفيد. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها، أي نتيجتها، إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. أهم المعاني واللغويات التي ذكرت في هذا الدرس أو في هذا الجزء: انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن، انتباه يعني تيقظ أو فطنة أو فطنة وعكسها غفلة. استطاع الإنسان أن يتخطى حاجز الفضاء، يتخطى يعني يتعدى أو يتجاوز وعكسها يتعثر. حاجز يعني فاصل الفضاء، والفاصل الذي يفصل بين الإنسان أو بين الكرة الأرضية والفضاء وجمعها حواجز. استطاع أن يسطر نفسه في سجل العلماء النابهين، النابهين يعني الأذكياء، ومفردها النابه ومضادها الغافلين. لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها، أي نتيجتها أو مضمونها. يخصص كل يوم، يعني يعين كل يوم أو يحدد. ولا يدرون، أي لا يعلمون ويشعرون، ومضادها يجهلون. هذا النظام الذي استرعى انتباه العالم، استرعى يعني لفت وجذب، وعكسها نفر. المجرات مفردها المجرة، والنظام جمعها النظم والأنظمة. تقاس يعني تقدر. يجمل بنا يعني يحسن بنا، وعكسها يقبح. لابد أن نؤمن بحقيقة، جمع حقيقة حقائق. أفضل مضادها أسوأ، ومؤنث أفضل فضلا، مؤنث أفضل فضلا.
يقول: وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. هات مرادف ضرب، ضرب العلماء مرادفها قدم العلماء، مضاد العلماء الجهال. لا تقول جاهل، وإنما الكلمة جاءت جمع يكون جمعها أو مضادها جمع. مفرد الأمثلة المثال، جمع التأمل التأملات، جمع التأمل التأملات. كيف تتحقق الإفادة من وقت الفراغ؟ يستطيع الإنسان أن يستفيد ويستغل وقت الفراغ استغلالا أمثل في التفكير والتأمل والمراجعة والمحاسبة. إلى ما توصل نيوتن، توصل نيوتن عن طريق استغلال وقت فراغه إلى قانون الجاذبية الأرضية، الذي استطاع الإنسان من خلال تطبيقات قانون الجاذبية الأرضية هذا أن يصل إلى الفضاء ويتخطى حاجز الفضاء، مستكشفا الكواكب والنجوم والمجرات والقمر وغيره. ما قيمة الترتيب في قوله التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة؟ ترتيب منطقي، حيث رتب الكاتب كيفية استغلال وقت الفراغ من خلال تفكير مجرد النظر، ثم التأمل هو تفكير بعمق، كيف خلق هذا الكون أو كيف حدث ذلك، ثم المراجعة أن يراجع الإنسان ما لديه من معلومات، ثم المحاسبة. وهذا هو الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ. السؤال الثاني: هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا وقت فراغه وفي حالة تأمل وتفكر وبحث، لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ هات مرادف استرعى، استرعى يعني لفت أو جذب، مضاد فوق تحت، جمع النظام النظم. السؤال رقم باء: ما النظام الدقيق المشار إليه في الفقرة السابقة؟ النظام الدقيق هو نظام الكون والجاذبية الأرضية التي تحفظ الأشياء على الكرة الأرضية وتجعلنا لا نشعر بدوران الأرض حول نفسها ولا حول الشمس. السؤال الثالث: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم واحد: بالتأمل والتفكير تم اكتشاف القمر والكواكب الفضائية. الإجابة صحيحة، حيث عن طريق التأمل والتفكير استطاع الإنسان أو نيوتن بالأخص أن يكتشف قانون الجاذبية الأرضية، الذي بعد ذلك من تطبيقات هذا القانون استطاع الإنسان أن يتخطى حاجز الفضاء ويكتشف الكواكب والقمر. السؤال الثاني: لا يمكن استغلال أوقات الفراغ. الإجابة خاطئة، وإنما يجب على كل إنسان أن يستغل وقت الفراغ فيما ينفع ويفيد. السؤال الثالث: تمكن إسحاق نيوتن من اكتشاف قانون الجاذبية الأرضية. الإجابة صحيحة، تمكن من اكتشاف وتدوين وكتابة قانون الجاذبية الأرضية، واستغلال وقت الفراغ هو الذي جعله يخلد ذكره بين سجل العلماء النابهين. الواجب المنزلي يقول: ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق في إلماح إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق
قال أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير ونفع للبشرية. لا تنسوا أننا ذكرنا أن للإنسان عمران: عمر يقاس به جميع الناس أعمارهم بالدقائق والثواني، وعمر حقيقي، والعمر الحقيقي هو ما يقدمه الإنسان من خير ونفع للبشرية يبقى أثره ويبقي ذكر الإنسان إلى ما لا نهاية، وهو الذي يبقى من الإنسان. يموت الإنسان وتبقى آثاره. هات مرادف إلماح ومضاد طليعة وموتك، جمع الحياة ومفرد الدقائق. رقم باء: ماذا تقول دقات القلب للإنسان كما أكد وبين أمير الشعراء أحمد شوقي؟ رقم جيم: ما الذي ألمح إليه أحمد شوقي وعلى ما يدل ذلك؟ ورقم دال: بما نصح أحمد شوقي في البيت الثاني من يقرأ قصيدته؟ وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. كان معكم أستاذ محمد معروف طيور، معلم اللغة العربية. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.